السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخي أنا وماما. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد فخيدات كي طيبوا بشامبينيو ودجاج بدون نقطة ديال الماء أو نقطة ديال الزيت، بدون عطرية، بدون توابل كثيرة، وكيجي غزال ومعسل ومعلك. كنتمنى أنكم تتبعوا معي الطريقة والمقادير. قبل ما ندوز للطريقة والمقادير، اللي أول مرة يشوف القناة مينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. ما تنسونيش من التعليق ديالكم لأنه كيهموني وكيحفزوني وكيخليوني دائما نحط الجديد. يلا نبدأ الطريقة والمقادير. وهادو هما المقادير اللي غنحتاج اليوم. عندي هنايا فخيدات ديال الدجاج، كتبقى دائما على حسب الكمية اللي بغيتو. انا هنا عندي تقريبا 4 ديال الفخيدات، هنا عندي 4 ديال البصلات اللي قطعتهم اوندي على هذا الشكل، هادو رقاقين. عندي الشامبينيون طري اللي عنده المعلب يقدر يضيف في المعلب، وقطعته على هذا الشكل هذا، يمكن لكم تقطعوه صغر من هكذا. عندي معلقة ديال الموطاغد، عندي معلقة ديال سكينجبير، راس معلقة ديال البزار، شويه ديال الملحه، طريف ديال السكينجبير الطري، اللي ما عندوش سكينجبير طري ماشي ضروري. وعندي شويه ديال الزعفران زغبه حر، اللي ما عندوش الزعفران زغبه حر ماشي ضروري، كيبقى دائما غير اختياري وصافي. والفلفله الحاره بالنسبه للناس اللي كيبغيو الفلفله الحاره. وسبق وذكرت لكم معلقه ديال الموطاغد اللي تكون كبيره بهذا الشكل هذا. بالنسبه للفخيدات البنات، فانا غسلتهم مزيان بسكينجبير ولا الخل او الحامض، باش هكا ما كتبقاش فيه داك الزفوريه وديجا مغسول. عندي هنا صوص الصوجة. هنا البنات انا كنت بغا نخلي واحد المكون يبقى حتى الاخر يكون سر ديال هاد الطبخه هادي، فغادي نكتشفوه من بعد. هنايا ضفت في واحد الاناء هذاك البصله اللي قطعتها اوندي بهذا الشكل هذا. البنات هاد الطريقه راه اكثر من رائعه، ولا كنتو اولا جربتوها فهي ادمان، وغتوليو دائما كتصاوبوها اولا كطيبوها. هنا ضفت هذاك العطريه سكينجبير والملحه وكذلك البزار. بالنسبه للملحه، الناس اللي ما كيبغيوش الملحه بلا ما يضيفوا الملحه الا كانوا غيضيفوا صوص الصوجة. بالنسبه للسكينجبير طريف انا قطعته هكا، ضفت عليهم الموطاغد صافي. ومن بعد غادي نبدا نخلط مزيان حتى يندمجوا ليا مزيان مع بعضياتهم هذاك البصله وكذلك الموطاغد. هنا زدت ضفت هذاك الزعفران زغبه اللي سبق وقلت لكم. بالنسبه اللي ما عندوش فماشي ضروري، انا غير مجرد اختياري ضفتهم. هنا ضفت 3 ديال المعالق ديال صوص الصوجة، البنات اللي ما كيبغيش الملحه وعنده شي حد في الدار ما كيبغيش الملحه يكتفي بس غير بجوج ديال المعالق والملحه بلا ما يديرها، لان الموطاغد مالح كما كنعرفوا، وكذلك صوص الصوجة فمالح. هنايا من بعد ما خلطت كل شيء ونتاكدت من ان كل شيء اندمج ليا، خديت هاد الفخيدات فلحتهم بهذه الطريقه هذه باش هكذا تدخل لي هذاك لا ماريناد اللي ضفت لها داك البصله صافي. وغادي نخلط كل شيء في مره واحده حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم، وكذلك هذاك لا ماريناد تدخل كما قلت لكم في هذاك الفخيدات. بالنسبه للناس اللي بغى يضيف مثلا جناوح اللي عندكم متوفر في الدار تقدروا تضيفوه. انا لانه عزيز عليا الفخاد، يعني ما كناكلش الصدر نهائيا، فبالاكثريه ديال الطبخات ديالي فكيكون فيهم غير الفخاد. البنات هنا من بعد ما حركت مزيان هذاك البصله وتاكدت انه مندمج مع بعضياتهم، خصوصا هذاك العطريه اللي ضفت هذاك الفخيدات، حاولت اني نغطيهم بالبصله باش هكذا يشربوا لي هذاك لا ماريناد اللي انا ضفت في هذاك البصله. وخصوصا فلحت هذوك الفخيدات. هنا خليت دانون مسوس هو الاخير، لانه كيعطيهم واحد النكهه وكيعطيهم واحد الطراوه لهذاك الدجاج، وفي نفس الوقت كيخلي لهم واحد التعليكه راه ما نقولش لكم عليها البنات. السر ديال هاد الفخيدات فهو هاد الدانون المسوس.
بالنسبه للدانون انا يعني جوج معلقات كبار او ثلاثه، يعني راه دانون اصلا فيه جوج ديال المعالق حتى لثلاثه الى ما كانوش عامرين. صافي، من بعد ما ضفت هذاك دانون فغادي نحرك كل شيء، البصله وكذلك هذاك الدجاج اللي انا ضفت غنحركهم مزيان، وغادي نضيف لهم البلاستيك الغذائي وغنخليهم يباتوا ليله كامله. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت وبغاو يطيبوا هذه الطريقه هذه، فيقدروا يخليوها بين ساعتين المكانه حتى ثلاثه ديال السوايع. هذه طريقه زوينه بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين وكيبغيو يوجدوا مثلا الغداء ديالهم، اولا عندهم شي غرض الصباح وكيبغيو يوجدوا الغداء ديالهم. راه هذه الطريقه ما كتاخذش الوقت نهائيا، تقدروا تصوبوها بالليل ولا غد ليه مثلا من يجيو من الخدمه اولا من الغرض اللي كنتو فيه. صافي، ديروها في مقيله وتخليهم كيطيبوا على نار مهيله، راه ما كياخذوش الوقت. كتكون البصله اصلا بدات كتذبل هنا، من بعد ما دوزوا ليا ليله كامله في الثلاجه كتمغطيهم بالبلاستيك الغذائي. شفتوا هذاك الماء البنات اللي طلقات هذاك البصله؟ خديت هنايا واحد الاناء بحال مقله بحال كوكوت. فدائما كتبقاو على حسب الاختيار اللي عندكم، الا عندكم شي مقيله غارقه بليديده ديالها اولا بالغطايه ديالها فتقدروا ديروها. هنا خديت البنات البصله فرشتها في هاد الطنجره ديالي بهذا الشكل هذا، غير البصله اللي كتفرشوا هي الاولى الفوقي مزيان بطريقه مزيان، وما ما كتبقاش هكذا تبقاش مجموعه. صافي، غادي نكمل هذاك البصيله كامله اللي عندي في هذاك الاناء اللي خليته لي الكامل البات. البنات كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه، خصوصا ما فيهاش العطريه، ما فيهاش الزيت، ما كطيب بدون ماء، ما فيهاش بزاف ديال الحوايج يعني ناقصه وصراحه وبنينه. تقدروا تستغناو على سكينجبير طري، تقدروا تستغناو حتى على الزعفران زغبه، تقدروا تستغناو عليه، يعني راه البزار والصوص الصوجا هادو راه كيكونوا متوفرين في اي بيت. صافي، من بعد ما كملت هذاك البصيله استفتها في هذيك الطنجره ديالي، فخديت الفخيدات كذلك غادي نستفهم. وصافي، وغادي نشعل البوطه على نار مهيله تكون بحالها بحال العافيه ديال الشمعه او قد الشمعه. صافي، وغادي ندير لها الغلاقه ديالها. بالنسبه للحاره فانا ضفت الحاره ولكن خفتها تطرطق ومن بعد حيدتها باش ما تطلقش ليا الحروره. زدت هذاك الماء اللي بان لكم كان على البصله فانا زدته من فوقي على الدجاج، وزدته من هذاك الشامبينيون اللي انا ديجا قطعت بهذا الشكل هذا. بغيتوا تضيفوا نص ديال البصله وتزيدوا الشامبينيون وتعاودوا تضيفوا البصيله وتزيدوا هذاك الدجاج وعاد من فوق الشامبينيون، فلكم حريه الاختيار. هنا من بعد ما ضفت كل شيء الحاره وكذلك هذاك الشامبينيون وصافي ودرته فوق البوطه. هنا ما بغيتش نضيع هاد القيطه هذه، كيف ما كتشوفوا كيجي معلق، كيبان معلق. بالنسبه للماء راه شتو طلق ليا الماء راسو، فغادي نخليه حتى يشرب. هنا البصله طابت، الشامبينيو كذلك طاب، وكذلك الدجاج طاب، فانا غادي نحيد الغلاقه وغنخليه يشرب واحد شويه. ما غاديش نخليه يشرب بزاف باش هكا الا بغيت ناكلو بالخبز نقدر ناكلو. صافي، من بعد ما غادي يشرب ليا فغنرجع لكم ان شاء الله في الشكل النهائي. البنات هنا من بعد ما شرب ما خليتوش بزاف شرب كما قلت لكم، فبهذا الشكل هذا. صافي، دابا غادي ندريسيه في التبصيل ديالي. الا بغيتو تاكلو مثلا صوبتو هاد الطريقه هذه وبغيتو تاكلوه في مقيله اللي طيبتو فيها اولا في طنجره، فكتجي الماكله ديالها لذيذه ما نقولش لكم. البنات هنا انا عندي بديت كندريسيهم على هاد الشكل هذا، خديت واحد البلا طويله ودريسيتهم بهاد الطريقه هذه. حطيت كل فخد عكس الاخر، وحطيت شويه ديال البصله والشامبينيون وكذلك شويه ديال الحاره. صافي، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الفخيدات. كيف ما كتشوفوا كيجي اللون ديالهم غزال وذهبي وطيبين على حقهم وطريقهم. انا متاكده الا جربتوا هاد الطريقه فغتوليو مدمنين عليها وغادي تولي تصاوبوها دائما. كنتمنى يكون هاد الفيديو نال اعجابكم، واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش يضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلو كاع الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.